أنبياء. إذن التوحيد هو الزاد أو هو الثمرة أو هو الشيء الذي جاء به الأنبياء لمن؟ للبشر. ولكن هذا التوحيد الذي جاء به الأنبياء إلى البشر اختلفت درجاته على حسب اختلاف درجات الأنبياء. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن من الواضح أن التوحيد الذي جاء به الخاتم لا يمكن أن يقاس به أي توحيد جاء به نبي من الأنبياء. طبعا لا أريد أن أقول بأن أمة الخاتم عندهم من التوحيد ما يفوق إبراهيم الخليل، لا لا، أنا دا أقيس بمن؟ أقيس النبي الأكرم مع من؟ مع إبراهيم الخليل. فالتوحيد الموجود عند النبي الأكرم غير التوحيد الموجود ماذا؟ ها؟ طبعا عندما نقول غير هذه من باب بيان مراتب الكمال، مو أن أحدهما كامل والآخر ناقص، التفتوا جيدا. لذا أنتم تجدون أن أهل المعرفة وخصوصا في مصباح الأنس عندما يأتي إلى الأنبياء يقول مراتب الأكملية مو مراتب الكمال والنقص، مو أنه نريد أن نقول أن نبي كامل ونبي ناقص، لا لا، هذا التعبير خلاف الواقع وخلاف الأدب أيضا. وإنما نريد أن أقول يوجد أكمل وماذا؟ وكامل، وأكمل من الأكمل، وهكذا بحسب مراتب التوحيد. قد على هذا الأساس أنتم تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في رسائله التوحيدية إلى التوحيد الذي جاء به النبي الأكرم هذه عبارته صفحة 14 بعد أن يذكر التوحيد الذي كان عند الأنبياء السابقين وعند الشرائع السابقة، يقول وهذا المعنى من التوحيد أعني الإطلاقي اللي مرجعه إلى الوحدة الشخصية، لأنه أهم دليل لإثبات الوحدة الشخصية هو ماذا؟ إطلاق وجود الحق سبحانه وتعالى. يقول وهذا التوحيد أعني به الإطلاقي ممن فرد بإثباته الملة المقدسة الإسلامية وفاقت به الملل والشرائع السالفة، فظاهر ما بلغنا منهم في التوحيد مقام الواحدية وأنه كذا، والذي ثبت عندنا أعلى من ذلك المقام. إذن بعد أن ثبت أن الأنبياء يتفاضلون فيما جاءوا به إلى من؟ إلى البشر، فبطبيعة الحال أن أفضل ما جاء به نبي إلى بشر هو من؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فبطبيعة الحال من استطاع أن يتبعه اتباعا كاملا يكون أفضل من الآخرين أو لا يكون أفضل؟ يكون أفضل. من استطاع أن يتأسى به أسوة حسنة، وبينا معنى الأسوة الحسنة في البحث السابق، يعني الاستجابة الكلية للنبي الأكرم، فبطبيعة الحال سوف يكون ماذا؟ أرقى من الأمم السابقة. لذا قال ولذا ترى أمته الشريفة، لأنه بعد أن ثبت أنه هو أفضل السابقين واللاحقين فيما جاء به من التوحيد، إذن أمته ماذا؟ أيضا سوف تكون